مثلث الثقافة التعليم الصحة ذكروا أستاذنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ سليمان جودة في مقال لي مؤخرا، واتكلم عن أهمية هذا المثلث في الجمهورية الجديدة، أو ربما يكون هو القلب لهذه الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من أمال وطموحات، وهذا ما نسأله عنه في الدقائق القادمة. أستاذ سليمان نورتنا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك من جديد على شاشة نيل الأخبار. هو فعلا في رأي حضرتك أنه الجمهورية الجديدة هتقوم أساسا على ثلاثة أرجل: الثقافة، التعليم، الصحة، ولا هم ربما الأهم من وجهة نظر حضرتك، لكن في طبعا أذرع وأرجل أخرى؟ ما طبعا في حاجات أخرى، لكن يعني ده كان اجتهاد مني وأنا بسمع من فترة مع السادة المشاهدين عن تعبير الجمهورية الجديدة. يعني هذا تعبير نسمعه من فترة، هو مواكب لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ودائما يقال يعني أنه عندما يكتمل هذا الانتقال للحكومة وجزيتها من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يبقى نحن بصدد أو أمام جمهورية جديدة. هذه هي أو هذا هو المظهر الأول من مظاهرها، اللي هو انتقال الحكومة إلى هذا المكان. لكن يعني قلت يعني ده خلاني أتذكر مقال قديم أو مش مقال، كتاب للأستاذ الراحل إحسان عبد القدوس، كان صدر سنة 1984 وكان عنوانه البحث عن الثورة. نعم. وكان بيتكلم عن ثورة يوليو 1952، وبيقول في الكتاب أو فكرة الكتاب يعني هو بيبحث هل لا تزال الثورة قائمة في ذلك الوقت 1984، وهل هو عايز يقول أو قال في النهاية أنه الثورة تبقى بتحقيق مبادئها التي قامت من أجلها، وأنه يوليو 52 قامت من أجل مبادئ ستة مشهورين احنا عارفينهم. فهو قاعد يمسك مبدأ مبدأ الستة كلهم يشوف ماذا تحقق من ده: إقامة عدالة اجتماعية، إقامة مش عارف إلى آخره. لكن تقريبا قال أنه هو مبدأ واحد تحقق، اللي هو إقامة جيش وطني قوي، لكن باقي المبادئ الستة ليوليو 52 يعني هناك شك في أنها تحققت كلها أو حتى بعض منها. نعم. ده اللي خلانا يعني أقول طب ما احنا إذا كنا يعني احنا دلوقتي نتكلم عن جمهورية جديدة، خلي بالك مش جمهورية ثانية، لأنه على غرار مثلا الجمهورية الخامسة اللي قامت في فرنسا 1958 والأسسها شارل ديغول ورأسها ولا تزال مستمرة حتى اليوم في فرنسا، هل احنا بنتكلم عن جمهورية جديدة مش جمهورية ثانية؟ وبالتالي كأن احنا بنتكلم عن جمهورية هي امتداد الجمهورية الأولى، يعني لا نهد ما مضى ولا يعني ننقضه، ولكن نبني عليه ونزيد. يعني بالضبط، يعني إذا اعتبرنا أنه ما قام في مصر من 1952 إلى 2011 كان هو الجمهورية الأولى بعهودها الثلاثة، إذا اعتبرنا هذا أو جاز أن نسميها كده، فإحنا لما نتكلم بقى عن جمهورية جديدة فكأنها امتداد للجمهورية القديمة لكن بشكل مختلف وبمضمون أيضا مختلف. هذا المضمون إيه هو؟ ما هو لازم أنت علشان تنتقل إلى جمهورية جديدة لازم يبقى في مضمون. هناك مضامين كثيرة بيدور الكلام حولها، لكن اجتهادي أنا أنه السيد الرئيس عندما عاد ترشيح نفسه في 2018 طرح ثلاث أولويات للفترة الرئاسية الثانية: نمرة واحد التعليم، نمرة اثنين الصحة، ونمرة ثلاثة الثقافة. وزي ما حضرتك تفضلت في المقدمة وقلت دول نقيض الثلاثة حاجات الشهيرة اللي احنا كنا بنتكلم عنهم دايما: الفقر والجهل والمرض، حتى يعني تقريبا كل واحدة بتنقض واحدة من دي. صحيح. فإذا كان احنا من 2018 حتى الآن 21 ونحن على أعتاب 22 لدينا ثلاث أولويات بنعمل عليها ولابد ان هي تبقى قدام عيننا طول الوقت، فلماذا، وده كان سؤالي في المقال اللي كتبته في المصري اليوم، لماذا لا تكون هذه الأولويات الثلاثة هي مضمون الجمهورية الجديدة عندما يؤسس لها في العاصمة الإدارية الجديدة؟ ويبقى يعني الجمهورية الجديدة تقيس مدى تحققها وتحقق كيانها بمدى قدرتها على أن تحقق هذه الأولويات الثلاثة، كل أولوية في مكانها. لأن أنت عندك التعليم محتاج جهد، إذا كان هناك جهد بذل فيه فلا يزال في حاجة إلى جهد كبير جدا. نمرة اثنين الصحة هناك جهد بذل فيها
وليس أدل على ذلك إلا مشروع 100 مليون صحة اللي هو منظمة الصحة العالمية نفسها شهدت له وقالت أنه هذا مشروع أو مبادرة غير مسبوقة اللي هي إعلان مصر خالية من فيروس سي. ونمرة ثالثة الثقافة اللي هي القوة الحقيقية للدولة المصرية. طول عمرها الدولة المصرية لها قوة ناعمة تتحرك عليها في مجال الفن وفي مجال الفن بمعناه العام، مش الفن بمعناه انه فيلم او بتاع الفن والكتاب والمعرض واللوحة والتمثال، كل ده كل انواع الفن، يعني كل الفن بمعناه العام اللي هو يؤسس لك يخليك مؤثر طول الوقت على مستوى محيطك الاقليمي وبالذات المحيط العربي. فاذا كان انت عندك التلات اولويات دول اللي هم معلنين من جانب السيد الرئيس في 2018، مرة ثانية اقولهم تعليم وصحة وثقافة، فسؤالي هو لماذا لا ترتبط الجمهورية الجديدة عندما يؤسس لها في العاصمة الإدارية الجديدة بهذه الأولويات الثلاثة، بحيث ان احنا دائما كل سنة ورا تانية نقول ان هذه الجمهورية الجديدة بتعمل على هذه الأولويات الثلاثة وتحقق من الأولوية الأولى كذا وتحقق من الأولوية الثانية كذا وتحقق من الأولوية الثالثة كذا. طيب حتى لا نكون يعني زي النعامة ان احنا بنقول حاجات رنانة، لكن على أرض الواقع احنا في الصحة على سبيل المثال عندنا نظام أو مشروع التأمين الصحي الكبير، وحضرتك يعني قلت عن قيمة هذا المشروع والشهادات الدولية الخاصة به، لكن المشروع لا يزال احنا ربما في مرحلته الأولى. لو مثلا كنت بتكلم على 100 مليون صحة مش على التأمين الصحي، اللي هو خاص بفيروس سي، وعملنا يعني في 100 مليون صحة عملنا جهد خرافي وجهد يعني شاهد ليه القصة، بدأ في المحافظات وكمرحلة أولى يعني مثلا بورسعيد ويعني والأقصر أعتقد في الصعيد، لكن يعني هو بيبدأ في محافظات على سبيل التجربة والبداية وبعدين ينتقل منها إلى محافظات. لكن ربما ما كنت أقصده هنا لو ربطنا زي ما حضرتك بتقول إن الجمهورية الجديدة في مصر تربط رسخها وتربط تقدمها وتطورها وتحققها بتحقق الثلاث مفاهيم، أليس في ذلك بعض الظلم للجهود الحكومية أو جهود الدولة؟ لأنه مشروع زي مشروع التأمين الصحي الجديد ده مشروع كبير جدا محتاج إلى سنوات، يعني أعتقد المشروع محتاج كبير مشروع 10 سنوات مثلا عشان ننتهي منه. كذلك إصلاح التعليم، منظومة التعليم مع دولة بحجم تعدادنا، يعني أنا أقصد أنه ربما نكون كده يعني بنبطأ من وتيرة ان احنا نفرح بهذه الجمهورية ونقول انها ربما اثرت بشكل ايجابي كبير في الحياة، لان الملفين دول لوحدهم التعليم والصحة هم ملفين صعبين زي ما حضرتك ذكرت، هم صعبين جدا ومحتاجين وقت كبير وتكلفة خرافية، فبالتالي وقت كمان لازم يعني لابد ان احنا زي ما بنقول مطلوب يعني يكون كمان عندنا هذا النوع من انواع التصور المنطقي للجدول الزمني، ولا هنا التحدي اللي هيبقى على كتف المسؤولين عن مصر في المرحلة القادمة ان هم يثبتوا ان هم قادرين على تحطيم هذه الجداول الزمنية والوصول بها لمعدلات غير مسبوقة؟ هو الحاجتين مع بعض، يعني اولا انا بالعكس انا ادعو الى الفرح، يعني دعوتي هي الى الفرح بالمصطلح وبالكيان الذي يتأسس كجمهورية جديدة، لكن كل اللي أنا عايز أقوله أنه يعني ربما يكون من الأنسب نحن نربط هذا الموضوع الجمهورية الجديدة بأهداف معينة، يعني علشان ما يبقاش الكلام في المطلق، يعني إحنا عندنا إذا كان إحنا بنؤسس الجمهورية الجديدة فهذا صحيح، لكن الأصح من ده أن إحنا نقول أن الجمهورية الجديدة لها أهداف محددة، وعشان ما نتعبش نفسنا في البحث عن اهداف من الزيرو، لدينا قائمه بالفعل عندنا الاهداف موجوده، يعني عندنا الاهداف هي الاولويات الثلاثه المعلنه للفتره الرئاسيه الثانيه، صحه وتعليم وثقافه. انت عندك الاهداف اوكي معلنه وجاهزه، وبعدين زي حضرتك قلت هناك شغل تم في كل واحد منها، لكن لما تيجي بقى تاخدها وتحطها في سياق او في اطار جمهوريه جديده تؤسس لها كدولة وكحكومة، يبقى أنت هتحتاج دائما إلى عمل مضاعف في الملفات الثلاثة، وتحتاج إلى أنك أنت دائما تقيس مدى خطواتك أو مدى خطوات الجمهورية الجديدة بمدى التحقق الذي حصل في الملفات الثلاثة، وده هيخليك أو زي ما حضرتك أشرت هيحطك قدام تحدي، يعني يحطك أنت كحكومة أو كدولة قدام تحدي أنه هذه الجمهورية الجديدة لابد أن تكون
أن تبلغ ذات يوم يعني هدفها، وهدفها هم الأهداف الثلاثة دول، وكل ما يمر سنة أو أكثر أو أقل يبقى هناك دائما قدامك زي حاجة زي بوصلة بتقول أنا عملت في التعليم كذا، وعملت في الصحة كذا، وعملت في الثقافة كذا، يبقى أنا ماشي في طريق التأسيس لجمهورية جديدة حقيقية. يعني المسألة كلها أن أنا الفكرة أن أنا هو ربط المصطلح أو ربط الفكرة أو ربط الكيان اللي احنا بنتكلم عنه بأهداف ثابتة وراسخة على الأرض، وهي أهداف جاهزة وحاضرة من يمكن 4 سنين. نعم. إنما كل المسألة أنك أنت تربط بين ده وده علشان أنك أنت تحط للجمهورية الجديدة مضمون، وفي نفس الوقت تقدر تاخد الأهداف الجديدة الأهداف أو الأولويات الثلاثة وتمشي بها مسافات أطول. طب أستاذ سليمان اسمح لي يعني أخد كل محور منهم وأسأل حضرتك عن بعض الأمور اللي ربما بيطرحها المواطن. لو هنبدأ بالتعليم، حضرتك أكيد متابع طبعا في الفضاء العام ما يحدث في الأيام الماضية، يعني التعليم السنة اللي فاتت الثانوية العامة والمجاميع والضجة اللي أثيرت حوالين مجاميع الثانوية العامة والانخفاض وما إلى ذلك وكل من صاحب دخول الكليات، الضجة المثارة حاليا حوالين مناهج رابعة ابتدائي اللي هي المفروض بداية التطوير اللي هيستمر مع هذا الجيل لحد ما نشوفه إن شاء الله داخل الجامعة على خير، وحالة يعني نكون صادقين البعض حتى رافض التطوير ده وشايف إنه يعني مش في المجال، البعض مستصعبه، البعض مشفق على الأطفال وعلى أولياء الأمور وما إلى ذلك. إذن هناك نوع من أنواع المقاومة المجتمعية لهذا الموضوع، ونتفق إنه هو بالتأكيد في الصالح أو في الجانب الإيجابي، وإلا لم تكن لتقر الدولة حتى لو كان رؤية وزير ومجموعة من معاوني قائمين على التربية والتعليم، لكن هم يعني ما بياخدوش قرارات عفوية، ده قرار بناء على دراسات وتعرض على المسؤولين وصولا إلى رأس الدولة وتقر هذه الخطط وبالتالي تنفذ. فإحنا المفروض هنا أن عندنا ثقة أن هذا التوجه إن شاء الله هو التوجه الصائب. إزاي نتعامل هنا وإحنا بنبحث عن هذه الجمهورية مع مسألة المقاومة المجتمعية؟ وشوف يعني أي إصلاح لابد أن يواجه مقاومة، أي إصلاح في أي مجال مش في التعليم بس، وإذا كان وزير التربية والتعليم بيواجه مقاومة شديدة في مشروعه للإصلاح في التعليم فده طبيعي، ولابد أن هو يبقى متوقع ده، ومش متوقعه بس، ويبقى أيضا جاهز للتعامل معه. ولكن يعني هناك مشروع إصلاحي بالتأكيد لدى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لكن هناك خلاف حول هذا المشروع، في ناس معاه وده حقهم، وناس يعني عليهم لهم عليه ملاحظات وهذا ايضا حقهم. يعني كل ما يعني ما او الملاحظه الاهم على هذا المشروع مع رغبه الجميع في مساندته عشان ينجح، هو انه الدكتور طارق شوقي في حاجه الى ان يشرك معه الناس في الموضوع، لانه احيانا مش بقول في كل وقت، احيانا يبدو للناس وكانه ما يريده الدكتور طارق ليس واصلا إلى الناس بالقدر الكافي. وكل ما هو مطلوب من الدكتور طارق شوقي أن يزداد في شرحه لمشروعه، وأن يشرك معه الناس، وأن يشرح أفكاره أكتر للناس، علشان الناس أولا مش فقط تبقى تعرف مشروعه إنما تقتنع به وتبقى مساندة له في هذا المشروع. نعم. لأنك أنت كمسؤول عايز تحقق أو تنفذ مشروع إصلاح على الأرض، لابد انك انت تبقى عام تشتغل في مجتمع مساند لك مش مقاوم لك، وده مش هيتحقق الا انك انت الا اذا انت كوزير التربية والتعليم اقنعت الناس في عمومهم اولياء الامور بالذات بانه المشروع ده لصالح التعليم، وانه هو كوزير التربية والتعليم لا صالح خاص له في الموضوع انما هذا صالح عام. نعم. وانه كل بيت مدعو الى ان هو يؤيد هذا المشروع ويسانده، لكن كل ده ايضا مرتبط بصاحب المشروع اللي هو الدكتور طارق شوقي، اللي هو عليه ان يشرح اكتر واكتر للناس، يقول لهم انا عايز اعمل كذا 1 2 3 بوضوح. نعم. بوضوح يعني بدرجه تصل الى كل الناس. طيب. الاعلى تعليما والاقل تعليما، وعند كده او في هذه النقطه اعتقد انه يبقى الجميع واقفين معاه ومساندينه ومشجعينه وعايزين المشروع ينجح ويصل الى اهدافه. طيب بعض من يحاول ان يقف على الحياد في مساله التربيه والتعليم ومنظومه التطوير دي، يعني بيحاول انه
يمسك العصاية من نصها، حتى سواء في الهجوم أو الدفاع عن وزارة التربية والتعليم، فبيتكلموا على أنه ما زال لدينا نقص في البنية الأساسية في التعليم، ما زال عندنا تكدس في بعض فصول في مدارس كتيرة، ما زال عندنا فارق كبير بين جودة التعليم، وهذا أمر يعني على أرض الواقع، بين ما يتم تقديمه في المدرسة الحكومية اللي هي تكاد تكون مجانية تماما، وبين ما يقدم في المدارس الخاصة اللي هي بمصروفات تقدر بعدة آلاف، ووصولا حتى ربما إلى أكثر من يعني أرقام فلكية. ما علينا، في النهاية البعض بيسوق أنه ما زال هناك هذه الاختلافات الكبيرة في جودة التعليم، ليس تقصيرا من الوزارة وليس إبداعا من القطاع الخاص، وإنما هو دي المنظومة في صورتها الآن. فالناس بتتكلم على أنه قبل ما نطور ونحط المواد الجديدة اللي في مناهج رابعة ابتدائي كنا نصل إلى حد الموازنة، إن يكاد يكون الجودة التعليمية هنا زي هنا. لو تفتكر حضرتك وتتذكر أجيال آبائنا أو الجيل اللي عاصر ثورة التعليم والحق في التعليم بعد 52، اللي كان ربما ما يحلموش ان هم يدخلوا مدارس لما دخلوها بالمجان وما إلى ذلك، ازاي البلد حصل فيها طفرة وجدانية وطفرة انتماء، لانه الفلاح اللي كان يشعر ان انا دوري اصبحت كمان بتعلم وانا لسه في أرضي. يعني السؤال هنا الموائمة، هل وزارة التربية والتعليم قادرة على تحقيق هذه الموائمة؟ لأنه هنا هو مش مسألة شرح بقى برنامج ولا أهداف، لا، ده هنا مسألة كمان جهد تاني ودخول وشراكة مع القطاع الخاص وجهد من القطاع الحكومي، إن احنا نقدر نقرب في المستوى وليس في الشكل. مش مهم نقرب في الشكل قوي، لكن على الأقل لابد نضمن ان الطالب في المدرسة الحكومية لديه مقعد دراسي، لديه سبورة آدمية، لديه فصل بتهوية جيدة، لديه كثافة مقبولة حتى ولو كانت اكبر من القطاع الخاص. والله شوف، يعني بالعكس، يعني مش يا حاج بتقول انه هناك اللي بيمسك العصاية من النص ويتكلم عن امكانيات بنية اساسية ناقصة او غيره، بالعكس، يعني اللي بيتكلم عن هذه المسألة بيتكلم عن واقع قائم، واحنا اذا ما اعترفناش بهذا الواقع مش هنغيره. الواقع ده انك انت بتتكلم عن عملية تعليمية مكتملة، يعني مفيش عملية تعليمية، يعني العملية التعليمية عاملة زي الترابيزة دي لها ثلاث أرجل، إذا واحدة مش موجودة تختل، مش هتختل. نمرة واحد أنت عندك المدرس، نمرة اثنين أنت عندك المنهج أو المقرر اللي الطالب بيدرسه، ونمرة ثلاثة أنت عندك المدرسة اللي الطالب هيدرس فيها. يعني الثلاث حاجات دول يعني لازم تشتغل عليهم، أصل دول الأرضية اللي أنت هتقف فوقها وتقدم بعد كده ما شاء لك ان تقدمه. واحنا شفنا الفتره الاخيره كان وزاره التربيه والتعليم بتعاني من نقص في المدرسين، وكلمت عن اعلانات للناس متطوعين فده يعني لابد انك تعترف بان انت عندك اولا مشكله في المدرسين فتتعامل معاها بجد، عندك مشكله في المدارس متصله بالكثافه فتتعامل معاها بجد، عندك مشكله في المقررات او المناهج وتتعامل معاها بجد. التلاتة دول وتعامل معهم بالتوازي، ما ينفعش تتعامل مع عنصر وتأخر عنصرين او مع اتنين وتأخر واحد، لابد يبقوا التلاتة مع بعض. لو انت عملت التلات حاجات دول مع بعض في وقت واحد اعتقد انك انت يعني كدولة، هنا اتذكر عبارة لنهرو رئيس وزراء الهند لما قال لك عبارة يعني من ذهب، يعني قال لك انه اذا كل بقول لاننا فقراء فإن علينا أن ننفق على التعليم بسخاء، لأننا فقراء، لأن ده هدفنا أو وسيلتنا للخروج من الفقر، يعني مش عشان إحنا فقراء، لأننا فقراء علينا أن ننفق على التعليم بسخاء، لأنه التعليم هو يعني بالمعنى الحرفي للكلمة هو طوق النجاة لأي بلد في العالم. التعليم هو تعامل مع مستقبل، نعم، مش فقط حاضر، مع مستقبل البلد. وهنا أذكر أيضا أنه في يوم من الأيام هشام ناظر وزير البترول الأسبق في المملكة العربية السعودية تلقى تعليمه في كلية فيكتوريا اللي كانت في الزمالك وكان وفي المعادي، وقال عبارة في مذكراته، قال إنه هذه الكلية في مصر كانت تقدم تعليم أو تقدم التعليم الأفضل في الشرق الأوسط كله. فأنت يعني لديك تراث قبل كده موجود لابد أن تبني عليه، وذكرت إن التعليم واجه مشاكل في فترة سابقة، فالآن لا يجب ان نسمح بان المشاكل تظل قائمه في قطاع التعليم. نعم. وان علينا ان احنا نرجع لدستور 2014 اللي بيحط انفاق عالي للتعليم،
ونلتزم بهذا الانفاق. وادعو وزير التربيه والتعليم ان هو يقول هل النص اللي جاي في دستور 2014 الخاص بالانفاق على التربيه والتعليم متحقق ولا لا؟ هل هو بياخد 4% من الناتج القومي الاجمالي الموجودين في الدستور ولا لا؟ اذا ما كانش بياخدهم لازم يطالب بيهم، لانه هيجي بعد كده التاريخ يقول ماذا حقق الدكتور طارق شوقي للتربيه والتعليم. لا. عليه ان يحقق ما يجب ان يذكر عنه في التاريخ. طيب بالانتقال الى الصحه، مشروع زي التامين الصحي، مبادره 100 مليون صحه وما تحمله في داخلها من كل هذه التفاصيل، هل برأي حضرتك المواطن مستشعر ما تم من تطور في مجال الصحه، ولا ما زال المواطن بعيد عن الاحساس المباشر بهذه التطور؟ لا، هناك انا شفت ناس يعني كتير بيتكلموا عن يعني على سبيل المثال عشان ما نتكلمش في المطلق، مشروع 100 مليون صحه اللي احنا بدانا بيه، ان لما انت تتكلم عن مشروع على مستوى البلد كله، وانه مشروع تنتهي منه يعني تبدا منه وتنتهي منه ويحظى بشهاده من منظمه الصحه العالميه، فده معناه انك انت انجزت خطوه مهمه في قطاع التعليم او في ملف التعليم، في ملف قصدي الصحه، لكن لا يزال امامك خطوات. انت طبعا جه موضوع الكورونا ويعني كعبلك او زي ما كعبل كل العالم كل كله، انما يعني في يوم من الايام سوف ينتهي هذا الوباء، وتبقى او يبقى الملف اللي هو قدامنا ماثل بقضاياه وبتفاصيله، موضوع الصحه، موضوع التامين الصحي اللي اشرت اليه، هناك لدى الناس تفاؤل بانه هذا المشروع عندما يكتمل سوف يعني يصب في صالح المواطن اللي هو البسيط. نعم. اللي هو دخله محدود، اللي هو ما يقدرش يتعالج في مستشفيات استثمارية أو مستشفيات خاصة، فده على بعضه يعني هناك عمل في الصحة يتم وما يقدرش ينكره، لكن قطاع الصحة يظل هو القطاع الأولى بالرعاية ويقال، ويظل هو الأقدر بأنك أنت تصرف عليه طول الوقت وتحقق فيه بشكل عام ما تحقق في جزئية 100 مليون صحة. طيب المحور الثالث والثقافة أو فكرة القوة الناعمة اللي حضرتك ذكرتها، القوة الناعمة لمصر تأثرت بعد 2011 أم زادت؟ ده سؤال، لأن البعض شايف أنها تأثرت والبعض شايف أنها زادت. لا والله تأثرت، لأنه كنت في 2011 أو فيما بعد 2011 الدولة واجهت مشاكل لم تكن على بالها، واصبح الدوله عليها ان هي يعني اصبح لديها اولويات لازم تشتغل عليها، مثلا اولويه مقاومه العنف والارهاب. نعم. دي كانت اولويه ما تقدرش تتكلم فيها في الفتره الرئاسيه الاولى 2014 2018. نعم. لكنك في 2018 لما جيت الفتره الرئاسيه الثانيه واستطعت ان تحاصر الارهاب الى حد كبير وتحصره في ركن ضيق، واستطعت ان وكدت ان تقضي عليه، اصبح لديك الان متسع من الوقت ومن الامكانيات انك انت تعيد الانفاق الكبير على مشروعك الثقافي اللي هو طول عمر مصر كان مشروعها في منطقتها وفي محيطها العربي. مشروعك الثقافي يعني اي لما تروح انت اي دوله عربيه دلوقتي تجد لما تتكلم اللهجه المصريه يفهمك، لانه كان بيشوف الفيلم المصري، يشوف التمثيليه المصريه، ويرى الكتاب المصري، يشوف اللوحه المصريه، ويسمع الفنان المصري، ويسمع المثقف المصري. فهذا كله على بعضه لابد ان يبقى محل اولويه او موضع اولويه لدى الدوله في الانفاق وفي الرعايه وفي الاهتمام. وفي اللحظه دي اعتقد انك انت هيبقى قدرت انك انت تستعيد جزء على الاقل ان لم يكن كل ما كان ذات يوم على ارض هذا البلد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم جدا. وعلى كل ما ذكرته حضرتك من اضاءات، كاتب الصحفي الاستاذ سليمان جوده، شكرا جدا جزيلا ليك، ونتمنى ليك التوفيق، ودايما بنعجب ونستفيد من كتاباتك. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، الى موجز لاهم واخر الانباء مع زميلي احمد انور، ومن بعده من القاهره مستمر مع حضراتكم، فابقوا معنا.